مش انه ما كان رغبتي، هو انا اكيد ما في زول يعني بيرفض انه يكون هو طبيب ولا كذا، بس للاسف انه فهم الناس انه يعني انت يا تكون دكتور يا ما تكون حاجه يعني لها شان. انا بعد الطب قمت قريت الفنون الجميله، بالنسبه لي هو كان عشق انا والالوان يعني ما انتهى ولحد هسه. ليلة حابة أوريكم إنه إحنا كيف ممكن نستفيد في ديكورات بيتنا من الحاجات اللي أوريدي إحنا استخدمناها قبل كده. بنكسر الملاعق ونرصها بشكل مرتب يعني زي عندنا هنا بالشكل والشكل ده، ممكن أو ممكن تكون كلها هي عبارة عن شكل الملاعق. ممكن نستخدم فيها كم لون، هنا أنا مستعملة لون واحد لكن هو ده ما حاجة بيزك يعني حاجة ثابتة ولا حاجة أساسية. ممكن ندخل لون في لون، أحمر، ذهبي، أزرق، سيلفر، أي لون إحنا عايزينه. دي رقم واحد. الحاجة الثانية عندنا مثلا بيكون عندنا بقايا البوتلز حقت البيبسي والكولا والواتيفر المشروبات دي، دي كمان عندها برضو استعمالات كثيرة شديد. نفس البوتل دي إحنا ممكن نعمل منها بازة، هنا دي أنا مستخدم عملاها بالبوتل حقت المشروبات الغازية. طيب جيت بخيتها ولصقت فيها، عندنا برضو الحبل، أكيد بنلقى عندنا حبال في البيت يعني مثلا ده حبل عادي جدا، أخذت منه جزء لفيته في نص البطل، وبعد كده بالملاعق جينا كسرناها ولصقناها. ممكن ناخد أواخر البطل نعمل منها حاجة زي دي. دي عبارة عن الطرف الأخير من قزازة البيبسي، ممكن نجمعهم كم واحدة تمام، نعمل منهم كم شكل مع بعض. هنا مثلا عندنا دي شيالة، بشوف انه الفكرة ما انه انا قريت شنو، لكن الفكرة انه انا حاجة اللي انا فيها دي هل انا حأثبت فيها وجودي، حأعمل منها نجاح، حأخذ منها بصمة استفيد منها واعلم غيري. حقيقة من اساتذتي لزملائي لطبعا اخواني وامي وابوي في البدء هم اللي كانوا جنبي لحد ما انا وصلت للحاجة دي، والحمد لله قريتها وتخرجتها وشغالة في حاجات كثيرة كلها بصدد الفكرة.